بسم الله والله أكبر كبيرا سبحانه بكرة وأصيلا الذين مو قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة يعني السلام فالحاضر مع الله وإن لم يكن يراه فإنه من وصفهم الله وصفا عظيما اللي هما هنا يشهد الله حين يقومون إليه في صلاتهم وفي اتيان زكاتهم يعلموا أن الله يرى وهم محسنون وصلوا درجة كبيرة التي عقدتهم أن الله يراهم فيما أخفوه فيما أعلنوه الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أسكون يسعى إلى الزكاة الغير النفاقية هنا زكاة بقلب سليم تطهير مال وتنمية أرزاق وما يتبع ذلك من عطاءات الله لمن زكى ماله على طريقة قدرها الله ووضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون يوم يفكر هل ماله من حلال أو من حرام وهل سيؤدي الزكاة ما غير ما يظهر تطهير الزكاة تطهير الأموال أقصد أشكون اليوم إلا ما قل ودل الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدير الديبونس إمبارتي دي دون ديما بور لامور ديما أولئك سوسون أو هم المؤمنون سوسون أو لفري كرويون حقا إلى سيسير فريمون إيسون دي كرويون avec un grand C. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم درجات يعني خذوا احنا درجات احنا ربي أراد أن تكون التنوع في شخصية التنوع في الخطابات تنوع في التصورات تنوع في الطبيعة حيوانية والزرعية أشجار متنوعة ثمار وعن أشجار أخرى لا ثمار وتمشي الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم أي باعتبار ربهم سواء كان درجة الدنيا ولا في قبورهم لأنهم هي روضات رياض الجنة وروضات رياض الجنة متنوعة ومغفرة يوسف قدس رب يزيد من فضلي على من قدر ربنا وآمن به حقا واتبع أنا كل ما أمر الله به أن يعاش على نمط ما رآه مولانا جل جلاله وعم نوال لهم درجات une multitude de niveaux aux yeux d'Allah ومغفرة pardon ورزق كريم des dons de grande valeur de grande beauté والسلام علينا آل محمد عليه الصلاة والسلام وسلام على إخواننا من أول تاريخ الإنسان إلى آخره سلام يباركه السلام فهنيئا لكم يا من كان رزقكم حلالا وإيمانكم حقا لا يتطرق إليه شك الحمد
لله أولا وآخرا، والسلام على أهل السلام.